شكرا جزيلا للاستضافة. أنا اسمي ألبينو أكولا تاك مايوم، وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بدولة جنوب السودان. حقيقة نحن شاكرين للدعوة لدولة الإمارات لأنه نجي نشارك في كوب 28، في رؤيتنا أنه التنظيم كان جميل جدا والاستضافة كان بصورة يعني مستوى عالي، والدولة الإمارات عندها قدرة كافية عشان يقدر ينظم شكل الحدث ده. من حيث تنظيم كويس، من حيث حتى سير الاجتماعات والفرص المتاحة والروح الموجود في إنه الاجتماع ده تطلع بتوصيات كويسة، الروح ده موجود، وده كله يعني بدل على التزام الإمارات بحل ومن تقليل التأثيرات البيئية على المجتمع العالمي. عشان كده نحن كوفد بتاع جنوب السودان، ونحن جينا على برئاسة رئيس دولة جنوب السودان سالفا كير مايارديت، ده رئيس جنوب السودان. الوفد بتاعنا جاء برئاسة بتاعته، ونحن جينا بوفد عالي، والوزراء المعنيين في المجال ده جو برضو، والوفد كله بيشكر الإمارات للاستضافة وحسن التنظيم. وأكيد نحن الجو اللي تحت لأنه ناس تتكلم بكل شفافية وتعكس الأضرار أو تعكس تأثيرات البيئة على الشعوب بكل اختلافاته. الجودة يدي أنه يعني في النهاية بنطلع بحاجة كويس، أنه نقدر نخدم الشعب بمستوى العالي. يس، نحن شاهدين على ذلك أنه الإمارات بتقدم جهود كبيرة جدا في مساعدة الشعوب في أنه تقدر تخفف على تأثيرات البيئة، وده يعني لاحظناه في كل ما يطرأ طارئ، كل ما يطرأ أنه كارثة أو الأزمات، بنجد دائما إمارات بتمت يكت أنه يسعي بالمادة أو بالفكرة حتى بالوسائل التقنية. فنحن يعني منعكد لأنه الإمارات قدمت كثير في ده واعتزل تقدم، وعشان كده كلنا موجود هنا طامعين في أنه الإمارات تستمر تقدم المجهود ده. في تأثير الأزمة المناخية بالذات في دولة جنوب السودان، نحن هسه بنتعرض لأنه يعني الآثار بتاعة المناخ واضحة عندنا في شكل سيول بتقمر أكثر من 70% من أراضي بتاعة جنوب السودان، وفي مناطق أخرى الجفاف، ده كله تأثير بتاع التغير المناخي. أنا متأكدين إنه الإمارات ممكن تقدم يد العون للناس دي. يا زي ما ذكرت من يعني هسه السنة الخامس، 4 سنين الفاتة جنوب السودان تعرضت لسيول الأمطار ده نتيجة للتغير المناخي، وتغيرت إيبن الفصول نزول الأمطار. أنتوا عارفين إنه جنوب السودان واحد من الدول الواقعة في سافانا المطرية، ولكن هسه الأجواء بتاعت الأمطار تغيرت للتغيير بتاعت المناخ، وده تأثرت على طريقة حياة الإنسان في جنوب السودان. فالتأثيرات ده دولة جنوب السودان يعني قامت بمجهودات كبيرة في إنه يقدر يساعد المتعثرين بالفيضانات ينقلهم من مكان لآخر، ويتعاون مع الجهات في ريجون أو في الإقليم في كيفية إدارة المياه النيل، بيكوز في جنوب السودان إننا نهر النيل ماري فوق، وإننا أراضي كثير بتغمر بالمياه. دائما نحن بنتعاون مع الأطراف أو الدول الجوار في المسائل ده عشان نقدر نخفف على تأثير المياه. بالنسبة للجفاف في مناطق أخرى نرحل فوق ناس لمحل تاني عشان ما يتأثروا للجفاف، لكن أنت ملاحظ إنه الجهود تاع جنوب السودان في إنه يساعد سكان تاع جنوب السودان دائما ما بتكون كافية.
نظرا لانه جنوب السودان من احدث الدول اللي نال الاستغلال بتاعته في 2011، ونحن كدوله بتاع جنوب السودان كنا يعني منشغلين في بناء الدوله، والكوارث ده بتجي بتعمل انتربشن لاداره الامين لبناء الدوله. فالمجهود موجود لكن الامكانيات ما كانت يعني قدر الازمات المتواجده. فجنوب السودان حكومه جنوب السودان حتى الان لسه بيزل يحاول يعالج مشكله السيول والامطار في انه يحصر المياه في المجاري الرئيسيه، لكن هطول الامطار كان بصوره عشوائيه لدرجه انه يفوق التجهيزات اللي كانت موجوده. فتاثير بتاع التغيير المناخي واضحه جدا في جنوب السودان، في انه معظم السكان اكثر من 60% او 70% من سكان جنوب السودان بيتاثروا بالتغيير المناخي، ده تاثير المناخ. حتى يومنا هذا لسه بنعالج في مشاكل بتاعت التغيير المناخي ده لاكثر من 9 مليون نسمه، لسه بنعالج في المشكله ده. يتحجروا من مناطقهم الى مناطق اخرى لمساله بتاعت السيول والامطار، وده قللت طريقه معيش، يتاثرت بالانسان والحيوان، يتاثرت بجهود بتاعت التنميه. عشان كده نحن لما جينا هنا كوفد بتاع جنوب السودان لكوب 28 بنعمل انه نعكس الاضرار ده للعالم، هي بمساعده الامارات اوف كورس، عشان العالم تنظر لجنوب السودان ويكون في جهود عالمي لمساعده الدول. وعشان كده عبر القناه بتاعكم كنا قدمنا يعني شكر لامين العام للامم المتحده في انه طلع بحاجه بيقولوا يعني early warning initiative for all، وده خاصه دول المستضعفه من ضمنهم جنوب السودان يستفيدوا من الدعم ده. فوجهنا النداء انه جنوب السودان واحد من الدول المتاثره بتغيير المناخي، وعشان كده نحن يعني بنطلب انه لو في دعم في المواضيع ده يقدم لجنوب السودان وحكومه جنوب السودان، وعاملين كل العمل انه باستضافه الكوب 28 في امارات وبرئاسته في امارات، اكيد اي خدمات، اي فائده، اي معاونات بتتقدم للدول المتاثرين بتغيير المناخ نحن بنلقاه يعني بنجده ثرو او عبر الامارات. عشان كده مشاركتنا هنا كان بمستوى عالي وبحجم كبير عشان نجي نعكس الأضرار من وجهة نظر كل المؤسسات الموجودة في البلد عشان الناس تقدر تفهم الكلام ده. ونحن عاملين إنه عبر الإمارات نحن بنقدر نسأل للدول المانحة يقدر يجي يساعد إنسان تاجر مسؤول.